تلفزيون دولة الكويت استعان بالزميل عبد الله بوفتين. نعم، ولكن أنا أقولها على الهواء، أنتم جميعا تعلمون عني، أرفع القبعة لعبد الله بوفتين، ولكن هل تلفزيون دولة الكويت ما في كفاءات وكوادر ولكن تنقصها فرصة الظهور؟ هنا نتحدث أستاذ وليد الجاسم ألمح للموضوع، دكتورة فاطمة لها أن تعلق، أستاذ ماضي الخميس، التاسع من النصف. نحن لدينا كوادر في التلفزيون الحكومي قادرة على إدارة المرحلة كاملة، إحنا 24/24 يعقمونا وننزل نص الليل، ننزل الصبح، ننزل الميادين، ولكن نحن في خدمة دولة الكويت. بس أعطونا فرصة.